الاحساس ان انتم مستنيين فرصه، مستنيين حد يساعدكم ولا لا؟ كنتوا مستنيين؟ كانوا اساتذتنا بياخدونا يشغلونا في المسرحيات عشان نتمرس. فشفنا وتمرسنا وعرفنا وتعلمنا. يعني انا اشتغلت مع الاستاذ نبيل الالفي والاستاذ عبد الرحيم الزرقاني وكل الجيل ده اسماء مسرحيه عظيمه. كنا نقف على المسرح نتعلم نتعلم. كان بيبقى جنبنا الله يرحمه عبد الله غيث وكوكبة ويقول لي خلي بالك النهارده السقف هتقل شويه. اقول له ليه؟ فاعرف ليه. في رقيب قاعد ولا ايه؟ لا يقول لي الجمهور نصه داخل ببلاش وابو بلاش ايدك منه والارض فيه صدق المشاعر ودفء المسرحيه. لا 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 اشرحها لك. يعني اللي بيبقى دافع فلوس بيسقف اقوى بياخد بحقه. بياخد حقه. خبره. انما اللي داخل ببلاش ده ضحكوا او بيضحك معاهم، انما مفيش ما بيبذلش مجهود. يعني